خمسة لصبعم تلاشية غاسي كاري جونيور وليد دلياس سينيوريتا توصلنا للستة وستاش دقيقة على FM أحلى راديو. مازلنا مواصلين معاكم في الساعة الثانية من راسين كاري جونيور. تحية كبيرة برشا لصديقتنا اللي تبع فيكم زادة إيمان سرار في التبع فيكم. قاتلكم محليكم محليكم خاصة يوسف. عايشك يا يوسف قاتلك محليك. إيمان سرار في التبع في قاتلك محليك. شنو تقول؟ عمرو في عمرو ولا أكبر؟ ها؟ عايشك. شنو تقول له؟ عايشك. صحيت وكالسنين طايحين أنت اليوم نهارك. به قبل ما نخرجوا ترتيحة مع الأخبار عطيتكم سؤال. شنو السؤال؟ قلت لكم شنية الحرب اللي بدأت عام 1939 وفات عام 1945. اللي عنده جواب يهز يده. هاي الرأي الحرب العالمية الثانية. برافو الرأي. الحرب العالمية الثانية بدأت عام 1939 وفات عام 1945. الحرب العالمية الثانية هي حرب بدأت في 1 سبتمبر 1939 في أوروبا وفات 2 سبتمبر 1945. شاركت فيها القوى العظمى. شكون يسمي لي بعض الدول اللي شاركت فيها؟ إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، فرنسا، بلدان أوروبية، بلجيكا، أوكرانيا. صحيح. دونك فما برشا برشا بلدانات. شكون قال بلدانات؟ بلدان. برشا بلدان. باه باش نخرجوا ترتيحه صغيره مع البوب. مازلنا مواصلين معاكم حتى للسبعه نتاع العشيه. لي كرون كوليد فيه دي نانو كريستو يعملوا. لا نقولوا العيب نرجعوا التكنولوجيا لأصلها اللي هو حلان المشاكل. التكنولوجيا على طريق التك تيبس تنجح. تسمعوا نوزاستيوس تكنولوجيك من 2 للجمعة مع 8 متاع الصباح والخمسة متاع العشية على FM أحلى راديو في باتام من 3 ل 13 دس... راسين كاري جونيور وليد دليان 6 و19 دقيقة عليه في محل راديو. مازلنا مواصلين معكم للسبعة نتاع العشية. هذه راسين كاري جونيور مع ثلة من الأطفال اللي هما نورمالمون أطفال. أما أنا قسما بالله معناها وليت بالوجاعة الراس. نكمل كل نهار سبت نرقد سبت وحد ونقوم نهار اثنين. أتو المرة الجاية وصيني نجيب لك معايا إيفيغال كون ودوني بخا. هاي زيدوا عملوا فيه بكيكة. زيدوا زيدوا اليوم مهردونا كيكة زيدوا. باهي. أي. باش نعطيكم رقم نومرو. أي. كبير شوية. أي. وكل واحد فيكم باش يعطيني. أي. عدد الآلاف. معناتها آلاف. باش يعطيني عدد المئات ما نعرفش. باش يعطيني. سيد المخرج حطونا في الإكرون. المئات. ورقم الأحد ورقم العشرة. شنو شنو؟ ها؟ لي سونتين لي ديزين لي سيتي. صحيح. سي بون يوسف نعطي الرقم. باش نبداو اغزوز باش نعملوا تور دو تابل بالواحد بالواحد. أما أنا أما لي أنا الحق قول قول نومغ بالفرونسي خاطر سينو مانيش باش نعرف نقولها خاطر من بعد ماتيك نتاعنا فرونسي. باهي نبدا بيك أنت مالا. باهي. 50234. اعطيني الالف. سي كوا الالف؟ ما فهمتوش انا العدد ما فهمتوش. 50234. باهي خلينا نبداو بمي نبداو بمي. هاي 50234 عدد الالف. خمسه غلط. 50 عدد الالف. صحيت شموسه. 50 عدد الالف. باهي اعطيني عدد المئات. لا 50 وبعد 234. 200 نحطها نعمل جو مي ان زيرو. تكلم في الميكرو وخر وخر. 200 تقعد 200. باه معناها عدد المئات قداش؟ ما فهمتش انا. 50234 اعطيني عدد المئات. عمي وليد خمسة. 500 500 500
500 34 رقم المئات نتاعو قداش؟ 200 2 صحيت يوسف دريرة. يوسف اليوم أبدع اليوم به. رقم الأحاد نتاعو قداش؟ 4 يونيتي معناتها رقم الأحاد 4 صحيت. وعدد العشرات أي قلت لك صحيح عمي وريد عدد العشرات 23 أعطيني رقم العشرات نتاعو. باهي مهدي. ثلاثة برافو، هذاك رقم العشرات نتاعو. توا أعطيوني رقم، ركزوا مليح، رقم أحد الآلاف. صفر برافو صحيتو. يا ريت كيفاش هاكم في الحساب مريقلين. عشرات الآلاف خمسة. عشرات الآلاف خمسة. أنا في الإيفالواسيون تاعي جبت أخضر. جبت شنو؟ الليفالواسيون تاعي يزيني برسمك انت اليوم عملت لي فيروج اخضر احمر اورانجي اصفر طرقات. ها ردينا طرقات اي صحيت في الطرقات. به هاكم في الـ في الـ في الحساب طلعتوا سافا اي الهواء اي نقلع. شنية اهم مكونات الهواء؟ اكسجين شيرين شنو اهم مكونات الهواء؟ غاز يا عمولي. عمي وليد امان غاز اكسجين نيتروجين صحيت ريان نيتروجين. اهم مكونات الهواء هو النيتروجين والاكسجين. اسمع شوي معلومات. النيتروجين يساوي أربعة اخماس مع الهواء، والاكسجين خمس معلم، والنيتروجين 72% والاكسجين 21%. صحيت. الهواء هو خليط من الغازات المختلفه، اهم مكوناته هو النيتروجين بنسبه 78% والاكسجين بنسبه 21%. والغازو يتكون الباقي من بخار الماء وغازات عديدة منها ثاني أكسيد الكربون وغاز الأرجون غاز النيون والهيليوم الهيليوم. دونك الهواء غاز لا لونه له ولا ريحه ولا طعم. صحيت. الهواء هو غاز صحيت يأخذ شكل الإناء الذي يحويه هو هواء. الهواء دونك هو غاز لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له قل يوسف الهواء اي احنا كي نشعلوا الماء سخون فما حاجات يخرجوا هذاك بخار الماء. خليوه بربي بخار اي ما النياج يقولوا ساعات مصنوع بالبخار وبالهواء السخون وقت لي وقت لي يخرج من مصنوع وقت لي يخرج ليفابوراسيون يطلع الفوق يعمل يتبخر يعمل نياج يتبخر الماء يعمل نياج يعمل يشوف يشوف الهواء السخون بعدك صافي نياج سحب معناها. نعطي معلومة نجم نعطي معلومة. نعطي معلومة. في بالكم اللي الهواء البارد أرزن من الهواء السخون. خاطر الهواء البارد فيه بخار الماء. كيتاز مثلا مريول. تكلم في الميكرو ها. كيتاز مريول تلقاه مازال مبلول تلقاه أرزن وكيتاز وشايح تلقاه خفيف. وزاد وذاك علاش يحطوا الكليماتيزور الفوق باش معناتها خاطر هو معناتها يبرد باش الهواء يبدا يقعد يهبط كيف. معناتها يحطوه والحب الحرارة الهواء يا عم وليد الهواء في الحرارة يتبدد وفي البرد يتقلص وفي الحمام زاد يسكروه الحمام عم وليد نعطيك خاصية الهواء يعطيني خاصية الهواء قبل في الميكرو الإناء الذي يحويه والهواء يتمدد بمفعول الحرارة ويتقلص بمفعول البرودة وله كتلة تساوي 1.3 غرام
والله معلمة يا لوكاسورة وفراش ها بدأت ترجع ها بدأت ترجع فيكم الروح حكا وزيدة فما ساعة ثانية انرجي كبيرة هاني رجعت انرجي والبنات ما تكلموا يا ربي يا ولد تكلم برا يا ربي برا 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 ما حكيتش معاك قول له ما حكيتش معاك قول له معاك قول له علاش تبربش فيا عمي وليد بحق والله عمي وليد هاي انت عاد سؤال جغرافيا جغرافيا حتى انا توحشت عنده الحكمه تاريخ تاريخ نعطيكم سؤال اخر تاريخ هذا ما سالتوش حتى مرة باش توفى لفراز ديكلاراتيف بشوي باش كسروا البلاتو معناها كي تلقاو شنو عمي وليد شنو الافراز ها شنو الافراز لا فراز لا فراز ديكلاراتيف باه نبدا خلينا نبدا فيه يس ستوب انا فاز ها انا فاز ليه توفى ببوان توفى بنقطة صحيح شوي ستوب 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 خاطر هكايا رجعتوا للفوضى الاكسكلاماتيف هي تاع شوب والانتروغاتيف هي مهدي باش نقص عليك الميكرورة هاي مازلت ما سالتش باش توفى الفراز ديكلاراتيف قلنا بوان بوان معناها توفى بنقطة باه شيرين هاو باش نسالك سؤال اخر ما قلت لي ما عطيتنيش الكلمة هاو باش نسالك انا سؤال اخر لا فراز انترو كاتيف خليوها هي باش توفى بوان دانتيروغاسيون اللي هي بالعربي شنو هي؟ نقطة استفهام نقطة استفهام به لا فراز امبيراتيف ولا فراز اكسكلاماتيف قول يا كيف نقولوا اش نقولوا نبداو باش اوكي تتعجب معناها معناتها لا فراز اكسكلاماتيف مانيش نعطيكم حتى حد كلمه حتى حد ما بشيخ كلمه خليه يجي فما بوان دانتيروغ فما بوان دانتيروغاسيون قلنا فما بوان دانتيروغاسيون وفما بوان ديكس ديكسكلاماسيون اكسكلاماسيون معناتها بوان ديكسكلا ها معناتها كيفاش عملية لي في الميكرو عاودها صحيح وزيد فما حاجة تعجب في الامبيراتيف في الامبيراتيف الامر توفى بنقطة توفى بنقطة ونقطة تعجب خاطر معناتها فما انواع الامر خاطر امبيراتيف سامبل فما امبيراتيف لا عمي وليد ليكس كلاماتيف هي نقطة التعجب والامبيراتيف الامر امبيراتيف سواء اون مي ان بوان فينال سواء اون مي ان بوان دكسكلاماتيف D'exclamation. Aïe, fils, à Wana. Vous êtes femme à entrer au tarte au point. Maneta, achna farha, bishna tarche ou bizarre. Schneider. Maneta tarche ou bizarre. MDR. Kifesh, elle est bishna tarche ou bizarre. Oh, c'est un interrogatif et un point. Chouai, hein? Mon ami vient à la maison. Hein? Farha. Maneta farha. Maneta tarche ou bizarre. Mon ami vient à la maison. Maneta farha. Farha, hein? Oui, mon ami vient à la maison. Point d'exclamation. Oui, j'ai ma base. Mon ami vient à la maison. Moi, tout à l'heure, j'étais chez mes amis. Ah, mais où est-ce que j'ai mon géographie? Géographie, Afrique, Asie, Bordel. Non, mais j'aime la géographie. C'est pas toi qui choisis. À la khatri, moi. C'est pas toi qui choisis. باه باش نسالك سؤال باش نسالك سؤال هو كهو هو كهو هو كهو اي هو كهو هلا الاولاد عم وليد سيما الاولاد احنا اللي احنا ثلاثه ليكم الكل ثلاثه كهو سيوسف ما يحبش والاخرين لا الاخرين لا الاخرين ما حد ما يرفع صوته اعطيوني خط الاستواء شنو هما البلدان اللي يتعدى بهم حنبداو بمهدي هو طلب مهدي غينيا الاستوائيه ها مصر والجزائر مغرب المغرب غلط غلط شنو غلط صحي تجاوبوا انت مثلا فما شو اسمه افريقيا الجنوبيه خط الاستواء اي ماما هو لهنا خط الاستواء وين لهنا فما ليه هكا خط الاستواء هو يقسم مالي وتشاد ومعناتها البلاصه يقسم الكره الارضيه بين القسم اليابس والقسم المائي لا القسم ما يبدا فما قسم سخون قلتوا لي اسال في الجغرافيا قسم سخون القسم سخون وقسم معناها الابرد منه ما شو هو يقسم الكره الارضيه الى نصفين دونك يمر فما
من البلدان الاستوائية اللي خليكم الجمعة الجاية تقراو عليهم خاطر توا جغرافي 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 وبعد ما جاوبتوني. باهي عندك هاي قول لي. تكلم في الميكرو في النوخ الفوق معناتها بارد والسود اللوطه معناتها سخون. هي فاحنا في الوسط احنا سخون وبارد. نو نحنا في النوخ خط الاستواء نحنا في الـ في الـ في الـ في النوخ دو لافريك نحنا في الافريك شمال الغربي نحنا في شمال افريقيا شمال الغرب افريقيا احنا في النوخ شمال الغرب افريقيا. انا باش خليكم الجمعه الجايه تعاودوا تقراوا الجغرافيا نتاعكم. هاك ما قريتش خط الاستواء شنو هما البلدان. الجمعه الجايه تقولوا لي شنو هما البلدان اللي مر منهم خط الاستواء. باهي باش نمشي سؤال اخر. شنو الحيوان اللي مسؤول على انتاج ربع ركزوا فيه ربع الاغذيه في العالم؟ فما حيوان لاباي خاطر تعمل لي فوي كي تمشي على ورده تعمل لي فوي زاده تعمل تلقيح تعمل العسل تعمل العسل كل حاجة. احنا في المكتب في الفيلم ما تكلموش مع بعضنا اونيسفيتي مشينا فما خاطر احنا في المكتب نتاعنا فما كيما جاردان عندنا جاردان كبير وفما ديزابي مشينا مع نوت بروف ديزفيتي مشينا في ليزابي وشفنا كيف يعملوا الميل وقادينا الميل نتاعهم وانا حاجينا في ماشين وما قرصتكمش لاباي. لا على خاطر حطوهم كي ندرا في كاج وبعد هزوهم في لابوغاتوار ومشينا معهم وحطوا دي غون حطينا دي غون وبعد عملنا الميل احنا عملناه ونا بي غوتي الميل. هي ريت النحله كي تقرص تموت ديريكت اما تقرص تموت تعمل العسل والفخيش اما الكيبلي تقعد ما تنجم تقعد ديما تقرص وتقعد غير ما تموت. انا توا باش نعطيكم معلومات عن النحله تعمل الفخوي فرحانه ها فرحان عليه فرحان تحب النحله تحب النحله أيوه. عم وليد الانثى نتاع النحله اسمها اليعصوب قرينا السنه الرابعه نص. انا عندي يعصوب لاني هاو على يميني يوسف تاجرتي هو اليعصوب نتاعنا. النحله مسؤوله على انتاج ربع الاغذيه في العالم على خاطرها اكثر حشره تلقح النباتات في العالم. هذاك علاش انقراضها ينجم يتسبب في تلوث الوسط البيئي في كارثه. النحله هي نوع دونك هي نوع من الحشرات نوع من الحشرات ولا نوع من الزواحف؟ حشرات مش بكم دايخين. تنتج العسل وحاجه اخرى العسل والخلال تنتج شمع النحل وتقوم بعملية التلقيح بين النباتات. فما منها برشة تقريبا 20,000 نوع موجودة في قارات العالم الكل كان في بلاصة بركة. شنو هي البلاصة اللي ماهيش موجودة فيها النحلة في العالم الكل موجودة؟ قارة أوقيانوسيا كان في بلاصة بركة. استراليا اوقيانوسيا تحديدا اليوم قالك اليوم تحديدا في البلاصة اللي ما فيهاش نحل بلاصة اليوم استراليا استراليا لا استراليا قارة اوقيانوسيا القطب انتاركتيك القطب الشمالي القطب الشمالي غلط قطب الجنوبي باش نمشيو اذان صلاة العشاء. هو وقت صلاة العشاء في مدينة تونس. تقبل الله صلاتكم صحيت صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب. دونك البلاصة الوحيدة اللي ما فيهاش نحل هي قطب الجنوب قطب الجنوب يا عم وليد قطب الجنوب بلاد السوافيسة. ريت كيفاش يا ولدي سيبنا شوية اي بحق سيبنا شو عملنا لكم يا اخي اسأل نحن نفسح مش حرام راهو ما نعرفوش صحيح بالحق احنا انتوما فوزيت فور دون عام هذيك انتوما فوزيت فور دون سان نو اني فور دون تو لو ريست عم وليد باغ اكزومبل انتوما فو بارلي با انجلي كل مره تعطيني في جمله بالانجلي انا ترجمتها انا بالانجلي عم وليد انا اللي ترجمتها بالانجلي انت ترجمتها بالعربي الفرنسي انا ترجمتها بالفرنسي بشوي 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 انت قوية في الانجلي ماي بالحق شاموس اعطيها جمله بالانجلي خلينا نشوفوها
خلي ترجمي نفيسة عاد شنو شنو روح. How old are you? My science teachers, my science teacher knows how to do biology and I love her so much. أنا سوف لا تخرج. هاي. My science teacher, ma prof de science, knows how to do biology. Sait comment faire de la biologie. And loves me. Et ma mère. Et même. Handy language for you. Yeah. Queen. شكون عنده أكثر متابعين على إنستغرام في العالم؟ شغلي ده مليون. كريستيانو رونالدو هو أكثر شخص عنده متابعين على إنستغرام في العالم. هو أكثر واحد عنده متابعين، 244 مليون متابع. كريستيانو رونالدو هو لاعب كرة قدم مشهور
منين شنو هي بلادو؟ البرتغال مش فرنسا. وفي البلاصه اللي تولد فيها عملوا له المات الكارتيه نتاعو، عملوا له الستاتيو نتاعو. دونك في البرتغال هو مهاجم نادي اليوفي يوفنتوس في الدوري الايطالي ومنتخب البرتغال. قل قلت يوسف شو اللي يبكي حاسب علاش؟ اخسر. لا ما يوليش يبكي. به ارباح رونالدو 5 كرات ذهبية. هو أكثر لاعب أوروبي ربح الجائزة هذه. ليه؟ ميسي 6. هو ميسي قديه؟ 6 بالحق؟ أي من المعلومة اللي أعطتها لي المعدة غالطة. طب تولي فيه سير 6 خاطر ذكر ميسي عنده 6 في 2019 وقت اللي عطاو الكرة الذهبية. هو أول لاعب يربح 4 أحذية ذهبية، صحيح هذه ولا غلط؟ صحيح. لا نحكيو على الأحذية الذهبية. إيه الأحذية. ربح 32 بطولة رسمية في مسيرته، منها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. لقب ريال مدريد في بطولة أمم أوروبا. رونالدو عنده الرقم القياسي الأكبر عدد من الأهداف ب 130 هدف في دوري أبطال أوروبا. هذا سي كريستيانو رونالدو اللي تبعوا فيه على انستغرام. باهي، شكون يعرف ما هي الاصابه بمرض الرمد؟ عافانا وعافيكم الله. في العينيه. شنو هي الاعراض نتاعو؟ شمس يبدا هكا عينيك حمر ومن داخل فما كي هكا كيروز. دعميش علاش تعيط؟ كيروز يبدا فما حاجات هكا فما كيروز. دعميش عمي وريت مش قول لي ما عينيك يحمر برشا 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 والجراثيم تقعد تاكلك في كل عروق هذوكم وتولي الدموع يهبطولك وتحك ديما في عينيك تحك فيها برشا. انت لازمك ما تحكهمش معناها خاطر ايه تولي الجراثيم خاطر يبداو في يدك. دونك هو احمرار العين، تدميع العين، العين تولي تدمع، ضبابة يولي ما يشوفش بالكدا، العبد اللي يبدا مريض، انتفاخ في الجفون، صحيت انتفاخ في الجفون، حكه في العين، دونك العينين تبدا تحك، وحرقه ايضا في العين، دونك شعور بوجود شيء ما في العينين. نجم تقولي كيف نداويوه الرمد؟ الرمد فيزيون ميل بحر ميل بحر. هو شعور بوجود شيء ما في العين، الحساسية الزائدة تجاه الضوء، ما يحملش برشا الضوء اللي يبدا مريض بالمرض هذا عافانا وعافيكم الله، خروج إفرازات كالقيح من من العين زادة، دونك ظهور القشرة على جفن العين أو الرموش خاصة في الصباح. دونك هذا اللي يشوف الاعراض هذوما يتوجه مباشره للطبيب. الى الطبيب ولا للبحر. ماذا ما عندي مش العبيد شنو ما مات البحر كل سيده في متاكد منها بلي متاكد منها بعض الكلب زاده فما ديك اما ديك مرض الحيوانات اي نتاع الكلاب السائبه لازم البلد تهز معناتها تهز الكلاب السائبه يبدا السعال نتاعو خارج من فمه يبدا السعال يبدا كان في الميكرو احيانا بالدم اي الدم يبدا ابيض معناها لازمنا نتجنبوا كلاب سائبه كي راو كلاب سائبه عندهم الاعراض هذيا ماذا بينا ما نقربوا لهمش خاطر نجموا يقدمونا ونقعدوا معناها في السبيطار جراثيم عافانا وعافيكم الله نموت اللطف عليك بالحق جراثيم تتاثر في البدن الجراثيم نتاعو الكل يجيو به اي سيدي سالتكم سينما سالتكم كوره سالتكم جغرافيا تاريخ باش نخرج ترتيحه صغيره مع البوب ومازال سؤالات فيهم هكا درجين لاب ترتيحه صغيره مع البوب راجعين على إي إف إم أحلى راديو. في باتام من 3 لـ 13 ديسمبر تلف زلات 50 بوس UHD TCL مليون و429 دينار ومعها بونداشا ب 100 دينار وتنجموا تخلصوا بالفاسيليتي حتى على 36 شهر. باتام أعز ما تختار.
الضحكة. لازمنا نعترف الناس كل ساعة قبل ما نبدأ اللي كلمة عرس هي كلمة تتقال اللي نعملوا فيه احنا اللي يعملوا فيه الناس اللي لابس بهم واللي في سريهم اسمه جي سي سي ذاك اسمه بروتوكول سياسي اسمه لمة بتاع وزرة يا صاحبي طبي روج ونافورة في عرس كل شيء منظم ستة كليكات كليك 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 كل كليك فيه ثلاثة اسمع موسيقتهم في العرس لو مكتب با لا ابو أم ما بين الموسيقى تسمع الطن تشيز في الكيسين طن ما بين الطن والموسيقى تسمع الصوت هذا كل سبت من 5 ل 7 العشية راسين كاري جونيور وليد دلياس الستة وسبعة وأربعين دقيقة عليه في محل راديو مازلنا مواصلين معكم حتى للسبعة متاع العشية في راسين كاري جونيور اللي تجيكم كل نهار تسبت ثلة من الأطفال اللي شايحوا الريق لحقيقة مساك المعلمين نتاعهم ربي معاهم آي لا لا ربي معاهم على الأخر لحقيقة كان عندهم أنا جبت طفل صاحبي يقرأ معايا ما تشوف راني روحت والله أنا كان زين راك موكش في تونس جملة راك علي هيش برشا هيش حتى أنا عندي طفل شارة طردوه شارة كيفاش عمل ما تديما يمين كان في الميكرو عاد مرة نستي مثلا دعفرت مرة هو في سنة ثالثة خدتهم يقرأش معايا مش في نفس الفوج مش في نفس الفوج وقت لي هي دعفرت هو بدي يضحك عليها بجرب ما تردوش ونسكو قالوا ستار سيو يمها يضحكوا عاقبوه ولا يبتبيع ديما ما عاقب هذا انا عندي واحد في مش في كلاس حافظ ما حافظ بير المدير في المكتب نتاعي هاي من ما نعرفه وفيت ديما يعمل يبدا ديما يحب يتعارك وديما يعمل عركيت وديما ديما يتعاق وديما يقول حاجات ما مش بيهين لازمكم تقعدوا عاقلين اي نعم حتى انا اغزوص اجي وخنت فهموا في حاجة وقتاش المعادلات نتاعكم والنوت الجمعه الجايه جمعتين احنا جمعه الجايه اللي باش يجيب اقل اللي باش يجيب اقل من 17 اللي باش يجيب يخرج من هنا باش مال انتم لي كولور كيما قال هو فيغ اللي جماعه اللي كولور يجيبوا لي الاخضر يجيبوا لي انا جبت اخضر اخر جمعتين تحاسبني انا بور لانستون جيب كان في الميكرو بور لانستون انا جيب راهو اخضر اورانجي واصفر اي انا ما نحبش الاورانجي والاصفر نحب كان الاخضر احنا ما وجماعه النوت جماعه النوت اقل من 17 نطردوه من الميسيون اي ما عرفش باش يخدم في راسين كاري جونيور تفهمنا تفهمنا ولا انا حتى مره ما جبت اقل من 17 يا عيني عليك يا شموس 17.99 اي ميسالش باه مازال لنا سؤال نجيب 18 اي جمعه الجاي نتحاسبوا ما هدوش قد تجيب انت 16 لا عمي وجبت 18 في 34 حاجه لا جمعه توعدني 17 المره دي 18 يا عيني عليك 18 صحي باه مازال لنا سؤال في السينما وبعد عنا لا فاموز درجين لاب به صناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية تتسمى هوليوود هوليوود يا مان هوليوود يا مان به شنين تتسمى صناعة السينما في الهند بوليوود 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 صحيح تريد ثقافتهم ثقافتهم سينمائية بحتة ها بوليوود دونك بوليوود مدينة مدينة موم 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 مومباي مومباي مدينة مومباي هي المصبي هي حلوة المصبي هي المركز متاع صناعة السينما في الهند جات تسمية بوليوود كي وقت جات تسمية بوليوود عام 1900 هي بوليوود هي الاسم السابق ل مومباي مومباي دونك هوليوود اللي هي مركز صناعة الأفلام الأمريكية هوليوود هي منطقة في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بين الغرب والشمال الغربي لمركز مدينة لوس لوس أنجلوس حان الوقت
وجاء وقت التحديات اسمعني عاملين قبل دارجين لعب منافسة بيننا وبين البنات كما الجمعة اللي فات أنا ويوسف الولاد ضد بنات الولاد ضد بنات ضد بالنقاط شكون يربح أما ما تعملوليش فوضى يلا توت سويت دارجين لعب لما ما دارجين لعب انت شنو انت لا استنيت الجينج لا شنو تحب تعمل وحدك حتى هالباتين ده وحدك سي مشكل كلهم واحد امالي نبدا هنا معناها كلهم واحد ما عندك سؤال في درجين لا لازم سؤال عندك سؤال ما عندي سؤال امالي نبدا هنا سكرتوا بالبوشون من هوني سكرتوا بالبوشون هكا كما يخرج حاضر من نقول لك فين نبداو بيوسف مالا نبداو بك انت لا نبداو بشيرين لا لا هاوش نبداو على اليسار يلا مهدي هاي مهدي مهدي شنبداو بمهدي ميسالش مهدي هاي هاي شكون الشخص اللي اكتشف القارة الأمريكية ووقتاه هو ما عاد يجاوب طب قلنا باش تحداو بنات وأولاد كان ما جاوبوش هما تجاوبوا أنتم بيمسيش أنا نجاوب معناتها إذا كان شكون اكتشف القارة الأمريكية أنتم ما تفهموش ها بالفرنسي كي ديكوفر كونتي كي ديكوفر كي ديكوفر كي ديكوفر Qui a découvert le continent américain? Le continent américain. ما عادش تقراها بالفرنسي اختانا من الفرنسي. Qui a découvert le continent américain? Et en quelle année? اي. اللي طلعها معلم. 500 يوسف قد رايت. 500 شخص الساعة وكل شخص شكون شخص؟ تعرفوا ولا؟ لا. لا. ماي. لا لا يوسف اعطينا شكون كريستوف كولومب كريستوف كولومب كان عندي اسم كريستوف مناش ايش بك ما قلتش كريستوف كي انت عندك اسم كريستوف ما عطي قولوا لي توا وقت اما جيتي با سيور 1700 ما نتكلموش مع بعضنا شنو انت كريستوف كولومب جيتي با سيور وقتي هاي اما انا فانا عم جاوبوني بالواحد بالواحد عملتها لاني ديغنيغ فانا عم كريستوف كولومب اكتشف القارة الامريكية معناتها على الساتو ما تفرشوش في كوميك تعدى كوميكات وتعدى افلام وتعدى كل شيء في الكوميك ما تفرشش كريستوف كولومب هو اللي طرد الهنود الحمر من امريكا الساتو شكون اكتشف امريكا كريستوف كولومب يعمل امريكا اللي لقاها هو يحاوس البحر لقاها نجم معناتها نحكي حكايته احكي حكايته اي هو كريستوف كولومب كان ماشي للهند اي كان ماشي يا اخي اسبانيا خليه هو يتكلم تو انت سالت خليه يتكلم هو اسمع كان ماشي للهند يا اخي معناها هو في طريقه معناتها قال معناتها هو مستانس يمشي للهند عنده كان في الميكرو مستانس يمشي للهند يا اخي وقال خلينا نجربوا من هذه البلاصه معناتها بلاصه اخرى حاب يمشي من ثنيه اخرى ما بقى اطول ولا اقصر باش يولي معناتها مشي من هذيك البلاصه يا اخي قاروحوا في امريكا ملوم يعرف ايش مشيت تولي الكره الارضيه مدوره هم مدوره ومن بعد حاب يوصل للصين ولا للهند؟ حاب يوصل للهند للهند به اي بعديك كي مشى وصل امريكا ما تشاف الهنود الحمر يسخيبوا من الهنود الحمر الهنود الحمر ومن بعديك طردهم مع من بعديك ربي جاء على الاسبانيا وقرر اني لقيت الهنود الحمر الكل لقيت تم اكتشاف القاره الامريكيه به ناش كيستيون يلا استنى نحل شنو باش تحل؟ شنو هي تحل؟ يا خويا هذه شيرين تعبتني والله تعبت معاك. باهي لا نوفيل كي تقولها بالفرونسي راه ما نجمش نقولها بالعربي. باهي قولها. كال بيريود بري هيستوريك ادوري 7000 ان؟ شنو هي المدة؟ يوسف جيب. لا بري هيستوار. نو. شنو هو؟ كال بيريود بري هيستوريك ادوري 7000 ان؟ ما فهمت شيء. قعدت سبعة. شكون الراجل الصيني اللي عمل تيك توك؟ شونغ تشينغ تشينغ شونغ تشينغ تشينغ سو سي دو قولي يو دو جولي تشين شان شون لا 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 ما تشوفش لقبو تيك توك شين شونغ هاي عطيهم جواب ما عجبك زهونغ
زهونغ يمينغ. زهونغ يمينغ. من الورقه قريته بالسيف. انا مانيش نعاود للبوست تاعك خاطر امبوسيبل نعاودها. شوي ستوب، شكون ما سالش توا؟ يوسف دريره ما سالش. اه يوسف وما من بعد. اي يوسف ريان ما سالت زاد. وقتاش تاسست مدينه دقه؟ دقه شنو؟ وقتاش تاسست مدينه دقه؟ مدينه اثريه في تونس. دقه مدينه اثريه. عمري ما سمعت بها. ما يعرفوهاش. جاوب امي. تأسست في القرن 4 قبل الميلاد. فما يا اخي مدينه معروفه في تونس برشا، كبيره وفيها تاريخ كبير. بالحق اليوم كي تروح شويه، اليوم كي باش تروح ونوميدين اليوم كي باش تروح انت وياها، انا باش نكلم لي بارون تاعكم باش يقريوكم على دقه. جدي باش يقريني هاو يسمع فيها وانا مش عارف. جدك مالك باش يشدك اليوم باش تقرا على دقه، خاطر دقه بلاد فيها برشا تاريخ وعندك ما تقرا عليها. ريان اي اعطينا سؤال، اقرب للميكرو عاد. من هو اول رئيس للترجي الرياضي تونس؟ مدرب او المدرب؟ مدرب ولا رئيس عاد؟ ها؟ مدرب. مدرب. شكون اول مدرب للترجي الرياضي التونسي؟ مقترحات. يوسف تعرف شكون اللي راني في الترجي الرياضي التونسي؟ توا معين الشعبي. اول مدرب. توا فما معين. يوسف ما تعرفش؟ ما تعرفش. كسب ساكت. ولد معين حق ديجا احنا توا رابحين راهو. اي رابحين. ثلاثة بويا. تكلم في الميكرو. حبيت نجربهم راهو ماري فات سهلتو. اي. محمد المالكي ولا الاسعد الدريدي ولا فوزي بنزرتي؟ فوزي بنزرتي. محمد الملكي. أربعة واحد. سألته مرة فاتت يدي ديركت كي جي عام شدي عام فيه أنا ميت. كي جي مع جدولة. أي وطوبة يوسف مانيش لهنا وقتها. يوسف ومي. يوسف ومي. باه شكون مازال ما سالش؟ يوسف ومي. يوسف خلينا نبداو بمي. أي مانيش لهنا وقتها. أي ما كانش ما نعطيكم لا ليك ولا ليك. نحسب لثلاثة ولا ما نعطيكمش؟ أي ماي. شكون أول رئيس جمهورية تاع فرنسا؟ شكون أول رئيس؟ جورج واشنطن. جورج واشنطن. فرنسا. غلط هذاك تاع أمريكا. فرنسا. من هو أول رئيس فرنسي بعد الثورة؟ جوردن. مانويل ماكرون. لا نعرفوش. لويس الأول. لويس الأول. الرئيس. لا. لوي 14. لا. أنا قلت لكم عليه أكل مرة. تكلم في الميكرو. مش قلت لكم عليه أكل مرة. جورج واشنطن. يا أمريكا هذيك. أمريكا. أعطينا الجواب خاطر كملنا. تعرفش. ها؟ جبته من مخي. جبته من مخك؟ جو بايدن تاع أمريكا. ستوب. الجمعة الجاية تجيبوا لي شكونوا أول رئيس تاع فرنسا. ومرجيك تعطي سؤال تجيب معاك تجاوب نتاعك. وقتاش تولد اللي عمل والديزني؟ كملنا. 1901. هكا حلقتنا لليوم وفات. شاحتوا لي ريخي، راسي يوجع، كلمة ليه توا. ريق سلامة الناس الكل، نتلاقاو الجمعة الجاية في نفس التوقيت. راسين كاري جونيور على اي اف ام احلى راديو. باي باي.